تعلمي العربية مع أم نام. سنركب الدراجة؟ أوه، أنت تشحن الآلة. وانظروا، ما اللون الذي سيتشكل بعد الشحن؟ إنه الأخضر. لنستمر بإدارة العجلات. الآن اللون الوردي. المزيد بعد؟ ما هو اللون التالي؟ الأزرق. لنكمل بشكل أسرع. الأصفر. وما هو اللون الأخير؟ هيا، يمكنك فعلها أم نام. أنت بخير أيها العالم أم نام؟ لقد اكتمل الشحن. إنه الأحمر. لنرى إن كانت الآلة ستعمل. أوه، هناك ألوان تخرج منها. وانظر، أصبح الصندوق ملوناً. لقد ملأنا الفراغات. الشكل الأول هو مثلث، مثلث أخضر. والثاني هو مربع، مربع أزرق. والآن لدينا دائرة، دائرة صفراء. والتالي إنها نجمة، نجمة وردية. والشكل الأخير الذي لدينا مستطيل، مستطيل أحمر. أحسنت أيها العالم أم نام، اكتشفنا الأشكال والألوان. وداعا. سنعثر اليوم على التفاحة مع أم نام. مرحبا أم نام، كيف حالك اليوم؟ هل تبحث عن شيء ما؟ إلى أين أنت ذاهب؟ عما تبحث؟ أوه، تفاحة؟ فلنذهب ونتناولها. إلى أين ذهبت؟ هيا فلنتبعها. يوجد الكثير من الحلوى هنا. لا مشكلة من أن تدخل. أجل، أوه، أم نوم يسقط. ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ أوه، أم نوم، هل أنت بخير؟ انظر، يوجد تفاحة وهي تهرب مجدداً، فلنتبعها. أجل، اركض بسرعة يا أم نوم، يمكنك إمساكها. أوه، كن حذراً. هيا فلتقفز. أجل، يمكنك الإمساك بها. لماذا تتراجع؟ أوه، فهمت الأمر الآن. هذه حركة ذكية. كدت أن تمسك بها. أجل، فلتزحف وتخرج من هنا. هيا بنا. أجل، أين هي؟ إنها فوقك تماماً. أجل، تسلق بحذر أم نوم. الآن اقفز. أوه، لقد ذهبت إلى الأسفل. فلنتبعها إلى هنا. أجل، تمكننا منها. حان وقت تناولها. أوه، لديها يدين وقدمين وبدأت تطاردك أم نوم. اركض بسرعة أم نوم. يا إلهي، أنا سعيد بأنه حلم. أجل. هل يمكن أن تكون صالحة للأكل؟ فلتلمسها لتتأكد. إنها صالحة. هاي بوب. وداعا أم نوم. مرحبا أم نوم. أوه، ماذا فعل؟ إنه كوز، وهناك الكثير منه. يا إلهي، كم كوز يوجد هنا؟ هيا لنقم بعدها. أتعتقد أنه علينا فعلها أم نوم؟ أوه، إنها حمراء. الكوز الأول أحمر. سيكون لدينا الكثير من المثلجات. وها هي ذا.
الكوز الثاني بكرتين من اللون الأزرق. ما الذي تعتقد أننا سنحصل عليه في الثالث؟ لنرى. 1، 2، 3. 3 كرات باللون البرتقالي. لننتقل إلى الكوز الثاني. أمنام، أوه، يبدو أنه باللون الأصفر. وإنه، واو، 1، 2، 3، 4. 4 كرات باللون الأصفر. ما الذي سنحصل عليه في الكوز التالي؟ انظر إلى ذلك. 1، 2، 3، 4، 5. رائع، 5 كرات باللون الأخضر. الآن لدينا اللون البنفسجي. كرات المثلجات لا تتوقف. على كم كرة سنحصل الآن يا أمنام؟ لدينا 6 كرات وجميعها باللون البنفسجي. ها نحن مجدداً، هذه المرة باللون الوردي. على كم كرة سنحصل هذه المرة يا أمنام؟ هل ستكون أكثر من اللون البنفسجي؟ أجل، لدينا 7 كرات وباللون الوردي. لنقم بالأمر مجدداً، هذه المرة بالمزيد من الألوان. أعتقد بأننا سنتجاوز العدد الوردي. أعتقد أنها ستكون 8 وجميعها باللون البني. أوه، بنكهة الشوكولا، هذا جيد. ما هذا؟ لا أعرف هذا اللون. مهلاً، هل أنا؟ أمنام، ما هو هذا اللون؟ وكم عدد الكرات؟ أعتقد أننا سنتجاوز اللون البني. أجل، بالفعل، إنها 9 وجميعها بألوان قوس قزح. هذا الكوز الأخير ولدينا كرات بيضاء وسوداء. انظر إلى ذلك، هناك عدة أكواز. هل يمكننا تناولها جميعها أمنام؟ أوه، سنتجاوز عدد ألوان قوس قزح. إنها 10 كرات وجميعها بيضاء. أمنام، لا تتناولها جميعاً ودعاً. أزرق، أحمر، سمكات أبي سيف. 1، 2، 3، 4. 4 نجمات بحر. 1، 2، 3، 4.
خمسة، خمس سمكات ريك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ست سلطعونات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبعة أفراس بحر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ثماني سمكات ذهبية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. تسع سلاحف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. عشرة. عشر قريدسات. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى.